إعلامية كويتية تدافع عن محمد رمضان. أنتم المصريين مطبعين مع إسرائيل. محمد رمضان يطلق أغنية جديدة بعد أزمته مع مشاهير إسرائيليين. بعد إيقافه عن العمل محمد رمضان يغني أنا التوب. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. أو غير راضين عن تصرفات محمد رمضان ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد الغير راضين عن تصرفات محمد رمضان. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. شاهد محمد رمضان يهرب من المصيبة التي وقع فيها. في محاولة منه للملمة الفضيحة الأخيرة والكارثة التي تسبب بها المغرد الإماراتي البذيء أحمد المزروعي، والذي كان أول من نشر صوره مع مطرب إسرائيلي وقامت الدنيا بعدها، نشر محمد رمضان فيديو يخصه من أحد شواطئ غزة، كما أعلن عن استعداده لأول حفلاته في فلسطين. وفي هذا السياق كشف محمد رمضان اليوم السبت عن استعداده لإحياء أول حفل غنائي له في فلسطين، وقال في منشور له عبر حسابه على موقع انستغرام للتواصل الاجتماعي: جمهوري فلسطين الحبيب جاري الدفاع على أول حفلاتي. وأرفق محمد رمضان مع إعلانه مقطعا مصورا يبين كتابة اسمه بالرمال على احد شواطئ غزة من جانب معجبيه في فلسطين، مؤكدا ان هذا شرف كبير له. ويشار الى ان اعلان محمد رمضان عن اول حفلاته في فلسطين ياتي بعد ازمة وقفه عن العمل بقرار من نقابة الممثلين المصريين اثر اتهامه بالتطبيع مع اسرائيل بسبب التقاط صورة مع مطرب اسرائيلي. محاول رمضان ارضاء جمهوره في فلسطين تغيير صورته على حسابه على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي بصورة العلم الفلسطيني، الا ان الهجوم ضده لم يقف. بعد إيقافه عن عمل محمد رمضان يغني أنا التوب، يستعد الفنان المصري محمد رمضان لطرح أغنية جديدة له وإلغاء مسلسله التلفزيوني لرمضان لعام 2021 إثر اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل. وطرح رمضان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بروم الأغنية الجديدة التي تحمل اسم أنا التوب، والتي يقول فيها: عايش بروح محارب وأفطر عقارب، عادي أنت تتكلم في ظهري أنت أصلا فرد تجارب، وتابع وفي ظرف أي حتة باخد اللقطة، تعبكوا أوي ما أنا حرق شطة، تلعب معايا يبقى أنت في ورطة، ده أي كرت فيكوا يبقى أنت أنا التوب. ويظهر محمد رمضان في برومو اغنيته أنا التوب وهو يجلس من داخل طائرته الخاصة ويدخن السيجار ويرفع ساقه على مسند كرسي مقابل له. واشار الممثل المصري لان الاغنية ستطرح قريبا جدا عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب للفيديوهات. واثار محمد رمضان يوم السبت الماضي ضجة كبيرة بعدما نشر المغرد الاماراتي حمد المزروعي صورة نظرته الى جانب رمضان وهو يعانق المطرب الاسرائيلي عمير ادم، كما نشر مطرب اسرائيلي اخر العدد سفاني صورة جديدة على حسابه في موقع انستغرام لرمضان وهو يعانقه معلقا كلمة الملك. واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: ما أجمل الفن والموسيقى والسلامة. الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عمير آدم في دبي. بعد ضجة الصورة شقيقة محمد رمضان توجه له رسالة. وجهت الشقيقة الكبرى للفنان المصري محمد رمضان رسالة له بعد الصورة التي انتشرت له مع المطرب الإسرائيلي عمير آدم، وأحدثت ضجة وأزمة كبيرة على المستوى الشعبي فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل. وقالت إيمان رمضان على صفحتها بإنستغرام: ثق في الله كالعادة وثق بنصره وبركة دعاء والديك ثم جمهورك اللي في ظهرك ويعلم نيتك جيدا ثم في الخير اللي بتعمله. وأضافت: وثق أيضا في مواقفك الحلوة تجاه بلدك وعلى مدار سنين بداية من دخولك لجيش وطننا العظيم عشان تكون قدوة حسنة لجيلك، إلى إخلاصك وسعيك لأي عمل وطني من أغنية وغيره بكل حب وحماس. وتابعت: وأيضا نجاحك في كل مكان اللي بيشرفنا، حقيقي حب الناس نعمة من الله، لذلك أثق في نصر الله إن نصر الله قريب، اجتهادك وإصرارك وتميزك يستاهل مني كل احترام، أختك الأكبر اللي بتتعلم منك بحبك. وأثار محمد رمضان يوم السبت الماضي ضجة كبيرة بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عمير آدم، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر العاد سفاني صورة جديدة على حسابه في موقع انستغرام لرمضان وهو يعانقه معلقا بكلمة الملك. واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرع الذي كتب بحسابه على تويتر: ما أجمل الفن والموسيقى والسلام. الفنان المصري القديم محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عمير آدم في دبي. محمد رمضان يطلق أغنية جديدة بعد أزمته مع مشاهير إسرائيل. نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطعا من فيديو جديد لأغنية سيطلقها قريبا، وذلك بعد أزمته الأخيرة بسبب صورته مع مشاهير إسرائيل. وقال محمد رمضان في منشور على صفحته بفيسبوك: الأغنية كاملة قريبا جدا على قناة الرسمية على يوتيوب، أنا التوب ثقة في الله نجاح محمد رمضان. وكانت اللجنة الطارئة للنقابات الفنية المصرية ثلاث قد أعلنت في اجتماعها الاثنين إيقاف محمد رمضان عن العمل لحين انتهاء التحقيق في واقعة تصويره مع مشاهير إسرائيل في دبي. إعلامية كويتية تدافع عن محمد رمضان، أنتم المصريين مطبعين مع إسرائيل.
دافعت الإعلامية الكويتية ميل عيدان عن موقف الفنان المصري محمد رمضان الذي أثرت حوله ضجة أخيرة لالتقاطه صورا مع مشاهير إسرائيليين خلال زيارة له إلى إمارات دبي. وقالت في مقطع فيديو بثته على حسابها بمنصة إنستغرام: لأول مرة سأقف مع محمد رمضان في موقف، لأنه في هذا الموقف هو مظلوم لعدة اعتبارات، وإن المشكلة الحين إن محمد رمضان تصور مع مشاهير إسرائيليين، ما أنتم مصر في بينكم وبين إسرائيل تطبيع وعندكم سفارة إسرائيلية في مصر، معناه في علاقات دبلوماسية بينكم وبين مصر. أنور السادات راح لتل أبيب ونجيب محفوظ راح لإسرائيل وهو أشهر كاتب مصري وفاز بجائزة نوبل في الأدب، فوين المشكلة؟ مسؤول بالخارجية الإسرائيلية يدافع عن محمد رمضان ويهاجم منتقديه. دافع لأور بن دور مدير إدارة مصر في وزارة الخارجية الإسرائيلية الأربعاء عن صورة الفنان المصري محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عمير أدم، وشن هجوما باللغة العربية الممزوجة بالعامية على منتقدي رمضان. وقال لأور في مقطع فيديو نشرته الخارجية الإسرائيلية عبر حسابها على تويتر: أكيد سمعتم عن الصورة المشتركة لمحمد رمضان والفنان المصري عمير أدم. صراحة لن أقول إننا محبطين، لكننا نستغرب. هي حاجة غريبة ومضحكة إن صورة بسيطة مع شخص إسرائيلي تسبب كل هذه الهيصة والضجة الإعلامية. وتساءل مستنكرا إلى متى سيظل كل هؤلاء الناس الذين يعارضون أي علاقة مع إسرائيل متمسكين بتلك الشعارات التي لا فائدة منها؟ إلى متى سيظل هؤلاء متخندقين بأديولوجياتهم التي تعود إلى الخمسينات والستينات؟ ألم تلاحظوا التغيرات التي حدثت واللقاءات والحوارات والتعاون؟ مش شايفين حواليكم مش خلاص بقى؟ مش كفاية أنتم خايفين من إيه؟ إسرائيل ترد على الغضب المصري من صورة محمد رمضان. نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية فيديو على صفحتها باللغة العربية حول الضجة التي أثيرت خلال الأيام الماضية بشأن صورة الفنان محمد رمضان مع مشاهير إسرائيل في دبي، وكتبت الصفحة على الفيديو: هل الصورة المشتركة لمحمد رمضان والفنان الإسرائيلي تثير الخوف أو القلق لديكم؟ أنتوا خايفين من إيه؟ إحنا في سنة 2020 فوق وصحوا، إيه النوم في العسل ده؟ وكانت اللجنة الطارئة للنقابات الفنية المصرية الثلاث قد أعلنت في اجتماعها أمس الاثنين إيقاف محمد رمضان عن العمل لحين انتهاء التحقيق في واقعة تصويره مع مشاهير إسرائيل في دبي. محمد رمضان يطلق تعليقا جديدا بعد صورته المثيرة للجدل مع مشاهير إسرائيل. نشر الفنان المصري محمد رمضان صورة جديدة على صفحته الرسمية على فيسبوك. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: هل من الممكن أن يتم حبس محمد رمضان وإيقافه عن التمثيل مدى الحياة؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديدنا أول بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.